بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الأطفال، أعزائي الأولياء، السلام عليكم. اليوم نقدم لكم موضوع في اللغة العربية للسنة الرابعة، موضوعه يوم العيد. بما أننا على أبواب العيد، إذن ها هو موضوع حول العيد. يوم العيد، تابعوا. هذا هو العيد، الدنيا مملوءة بالبهجة والسرور، والناس فرحون بهذا اليوم السعيد، يقصدون المساجد منذ الصباح الباكر، فيهللون ويكبرون. وبعد أن يؤدي الناس صلاة العيد، ينصرف الكبار إلى زيارة المقابر وتهنئة الأقارب والأصدقاء، وهم يتبادلون الأحاديث الممتعة والفكاهات الطريفة. أما الأطفال فيتسارعون إلى أقاربهم وهم فرحون بملابسهم الجديدة ويشترون اللعب الجميلة. يحب الناس العيد لأنه أحسن مناسبة يتصالح فيها المتخاصمون ويتقارب المتباعدون ويجتمع فيها شمل الأقارب. الأسئلة: البناء الفكري. ألف: عن أي عيد يتحدث هذا النص؟ ب: أين يذهب الناس بعد الصلاة؟ تكون الإجابة هكذا: يتحدث هذا النص عن عيد الفطر. يتحدث هذا النص عن عيد الفطر، ليس عن عيد الأضحى، لأنهم لم يذكروا الأضحية. ب: أين يذهب الناس بعد الصلاة؟ يذهبون إلى زيارة المقابر وتهنئة الأقارب والأصدقاء. البناء اللغوي: هاتي مرادف كل كلمة من الكلمات التالية: البهجة، البهجة، ما معنى البهجة؟ يقصدون، ما معنى يقصدون؟ الطريفة، الفكاهات الطريفة، ما معنى الطريفة؟ البهجة معناها الفرح، البهجة معناها الفرح، الفرح، السرور. يقصدون، يتوجهون إلى، يقصدون المكان، يتوجهون إليه، يذهبون إليه. الحكايات الطريفة، الطريفة العجيبة المستحسنة، العجيبة أو المستحسنة، جميلة جدا. اثنين: اجعل كل ضدين بين قوسين. عندنا كلمات، كل كلمة نبحث عن ضدها هنا ونضعها بين قوسين: يتصالح، يتباعد، يجتمع، القريب، يتخاصم، البعيد، يتقارب، يتفرق. كل كلمة نبحث عن ضدها هنا، الجواب يكون هكذا: يتصالح ضده يتخاصم، يتصالح ضده يتخاصم. ها هي: يتصالح ضده يتخاصم. إذن هكذا تكون بين قوسين. يتباعد ضده يتقارب، يتباعد ضده يتقارب، ونضعها بين قوسين. يجتمع
أين ضده يجتمع يجتمع ضده يتفرق يجتمع ضده يتفرق هكذا يكون الضد يجتمع ضده يتفرق القريب ضده البعيد القريب ضده البعيد إذن هذه هي أضداد الكلمات يتصالح ضده يتخاصم يتباعد ضده يتقارب يجتمع ضده يتفرق القريب ضده البعيد الآن الإعراب أعرب الكلمات المسطرة في النص نعود إلى النص ونبحث عن الكلمات المسطرة السعيد اليوم السعيد ينصرف ينصرف الكبار الأحاديث الناس يحب الناس السعيد ننظر إلى إعرابها مضاف السعيد صفة أو نعت منصوب مجرور بالكسرة السعيد صفة أو نعت مجرورة بالكسرة الظاهرة على آخره ينصرف فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة على آخره ينصرف الأحاديث مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره الناس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره رابعا هات مفرد كل كلمة الكلمات أعطيت في الجمع نبحث عن مفردها اللعب الأصدقاء الأحاديث الفكاهات مفردها مفرد اللعب اللعبة الأصدقاء الصديق الأحاديث الحديث الفكاهات جمع مؤنث سالم الفكاهة بتاء مربوطة وهكذا يكون الحل اللعب مفردها اللعبة بتاء مربوطة الأصدقاء الصديق الأحاديث الحديث الفكاهات الفكاهة بتاء مربوطة خامسا حول الجملة التي بين قوسين إلى المفرد الجملة التي بين قوسين ها هي تبدأ من هنا أما الأطفال وتنتهي هنا أما الأطفال فيتسارعون إلى أقاربهم وهم فرحون بملابسهم الجديدة ويشترون اللعب الجميلة إذن نحولها إلى المفرد نبدل الأطفال بالطفل نقول أما الطفل فيتسارع إلى أقاربه وهو فرح بملابسه الجديدة ويشتري اللعب الجميلة ها هو الجواب أما الطفل في المفرد فيتسارع إلى أقاربه وهو فرح بملابسه الجديدة ويشتري اللعب الجميلة ستة علل سبب كتابة الهمزة في الكلمتين التاليتين عندنا كلمتين تهنئة مملوءة لماذا كتبت الهمزة على النبرة في كلمة تهنئة لماذا كتبت الهمزة على السطر في كلمة مملوءة سبب كتابة الهمزة على النبرة في كلمة تهنئة لأن ما قبلها كسرة هذا هو الجواب لأن ما قبلها كسرة إذن كتبت على النبرة أو على الياء سبب كتابة الهمزة على السطر
في كلمة مملوءة مملوءة كتبت على السطر لأن ما قبلها واو ما قبلها واو. الوضعية الإدماجية: لا شك أنك تحب العيد، اكتب فقرة تتحدث فيها عن يوم العيد وفرحتك به موظفا المفعول به. سهلة جدا، كل تلميذ يكتب فقرة عن يوم العيد، يقول لماذا يحب العيد ويبين فرحته في ذلك اليوم ويوظف المفعول به. بهذا ننتهي هذا الفيديو. أقول لكم في الأخير: عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.